أولاً شكراً على الحضور، وحضوركم هو دعم للفنان والفن المغربي. فيما يخص موضوع مسرحية سوق الظلمة، هو سوق شيئاً ما غريب، يعني كيتاجروا فيه الناس يعني بشكل بعض الأحيان غير قانوني، ولكن الواحد من هذوك الناس واحد النهار دخل يعني التجارة في 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 أشياء في أشياء يعني عادية وغير عادية في نفس الوقت، اللي هي الروبو والإنسان الآلي، ولو هاد يعني ما هو معاصر، وكي يعني في نفس الوقت هو كيبيع، ولكن بشكل كيحاضر. هو كيهضر على الروبو والإنسان الآلي والإنسان والآلة، وكل مهن أصبح كيديرها إنسان آلي، أصبحت كديرها آلة. معنى هذا أن الإنسان يعني فرص الشغل غتصبح يعني ماشي كيف كانت. اليد العاملة في بعض الدول أجنبية ما غتبقاش تحتاج لها، لأن كل شيء غادي يدير بالآلة، لأن الآلة يعني كتعوض لك واحد العشرة ولا عشرين ولا حتى المئات حتى الألف ديال اليد العاملة، كديرها آلة وكديرها في واحد الظرف وجيز، يعني ما كتبقاش لمدة طويلة. فهذا هو تقريبا يعني السؤال اللي كاين، هو مستقبلا احنا خصنا نسيروا العصر، خصنا نسيروا يعني الدول اللي كتشتغل على هذا الباب، وهو احنا كيفاش غادي يكون وقتنا او وقت ولادنا في هذا العصر هذا، اللي غادي يكون ربما اصعب من العصر اللي احنا كنعيشوه حاليا. هذا هو تقريبا الموضوع فيه تنبؤات على ان واحد العدد الاشياء اللي ما غتبقاش كما قلنا، لان كتتعلق بالانسان، بحضور الانسان وبعمل الانسان وبيد الانسان. فهنا كيصبح السؤال المطروح هو واش حنا مازال ما استطعناش نفرضوا نفسنا يعني بقوه في عصر اللي حنا كنعيشوه اللي فيه الاختراعات تختلف، فما بالك ان واحد الوقت غادي يكون يعني لاجيالنا ولولادنا عصر اصعب من اللي كنعيشوه. يعني شنو هو تهيئنا ليه، وكيفاش غادي يكون ولادنا غادي يعيشوه، ماشي غير حنا، كل دوله يعني ما عندهاش تصنيع، كل دوله ما عندهاش علماء في هذا الباب، هذا غادي يكون عندها الامر شيئا ما صعب. أكيد غنتعرض للظلم، واش أنبياء تعرضوا للظلم وحنا ما نتعرضوش للظلم؟ أكيد، لكن ربي كيعاوننا، والصبر كنصبروا باش يعني الإنسان يتزاوج هذيك المرحلة اللي هي مظلوم فيها، أو الموضوع اللي هو مظلوم فيه. أكيد يعني أنا حسب اعتقادي والله أعلم، على أنه ما كاينش إنسان ما تعرضش للظلم. ما كاينش شي فنان، شي رياضي، شي رسام، شي نحات، شي ما تعرضش للظلم، شي انسان في الحياه العاديه، ولكن الظلم هو كاين. يعني ما يعني غير الانسان خصو يتعامل معاه بصبر وذكاء باش يعني ينتصر على الظلم. وهو التهميش يعني كنتمناو انه ما يكونش، لان في بعض الاحيان التهميش راه ما كيكونش من جهات رسميه، ولا راه كيكون غير من السماسره ديال الفن، الناس اللي كيتاجروا في الفن، الناس اللي كينظموا او كيتكلفوا باش يدار يعني كاستينغ المسلسل، باش يدار هذا. كتكون هاد الناس هذه عندها ميول لبعض الاصدقاء ديالهم، ولا عندها شي نيه ديال السوء انها خصها تاخذ من ورا شي حد شي حاجه باش يمكن يكون كاين. وكنظن هذه المساله هذه اللي كيعاني منها اكثر هو الرائد، لان كاين ادوار اللي اصبحت اليوم كتكتب غير على واحد الجيل معين، اللي هو يعني هذا وقته، ما نقدروش نناقشوا حاجه اخرى، لان ما يمكنش ليا انا نرجع للوراء ونقتحم واحد السن معين ونقول لا
كل واحد كياخذ كيقولوا المغاربه جدودنا اللي كلا حقه يغمض عينيه. حنا داز واحد المرحله حنا فيها، لكن هذيك المرحله حنا مازال هي محتاجه لنا، لان ما يمكنش غتجيب شاب ودير له مكياج باش يدير واحد الراجل مسن او واحد المراه مسنه، وانت عندك ناس مسنين وعندهم تجربه كبيره وهذه المساله ما كنعانيوش منها غير حنا، راه كنعانيو منها الاشقاء ديالنا في مصر. كاينه حاليا في اوروبا واحد العدد ديال النجوم كبار اللي بدات كتستغنى عليهم المهنه، ربما الناس اللي هما كيتحكموا في زمام الامور باغيين يغيروا الاسلوب او باغيين يغيروا الوجوه او باغيين يغيروا، كيمشي ضحيتها واحد الفنان اللي ما يعني ما ظالم لا بيديه لا برجليه، غير الموجه غتغير خصو هو يتغير، وكنظن هذا يعني ماشي معقول. انا في الحقيقه ما كتصيني حتى دعوات، ما نكذبش عليك نهائيا، لا المهرجانات السينما ولا ديال المسرح ولا ديال الفيديو ولا كانك انت يعني ماشي من هذه المهنه نهائيا. وما كتبش عليك انا وجدت في نفسي راحه، ما نحضرش لان كاين بعض المهرجانات كيهضروا عليها الناس اللي كيكونوا مشاو ليها بشكل يعني ماشي هو هذاك، ولا كيكون شي تصرف ديال شي حد وكيمشي ضحيه ديالته واحد العدد من الفنانه. انا ما كتصيني حتى دعوه، ويعني الخير فيما اختاره الله، ما كيضايقني هادشي بوالو، ما حضوري خصو يكون يعني هذه المهنه، ولكن لا ما بغاكش انسان تفرض عليه نفسك، ما يمكنش هذا راه الدل. الا نمشي نقول لهم انا صيفطوا ليا باش نحضر في المهرجان، يقدر يكون شي واحد اللي لسانو على 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 فمو كما تيقول، يقول لك اودي انا اش غتجي، ما محتاجينش ليك كاع، اش غتوقف الدنيا ما توقفش. ولكن هو من باب اللي يعني التعامل ومن باب الادب ومن باب اخلاقيه المهنه خصك تستدعيه، كانت ظروفه مزيانه غادي يجي، كان عنده شي عذر صحي ولا مشغول ولا شي حاجه وما جاش معذور، عنده العذر ديالو معاه. مختفي، والمختفي المشاركه ديالتي بحال جميع الاخوان اللي شاركوا بحال جميع الاخوات اللي شاركوا، يعني هو يعني موضوع جميل ويعني يعتمد على المفاجأة، وحضوري كان فيه يعني واحد من الناس، وفما يمكنش لي نكسر أي مفاجأة ولا نهرسها فيه، خليه ما دام غادي وهذا الأمور معاه بخير وعلى خير بسلام، الله يخرجه بسلام، وكنتمنى على أن في نهايته يعجب الناس اللي هما عاجبهم. كنت من الفنانة اللي فيه التوفيق، فيه شباب يعني اللي بصموا في الميدان الفني، الله يوفقهم. ما نقولش هذا سر، هذا سر يعني يكون او ما يكون شايفه هو كيبقى سر، من الاحسن ومن الاحسن حتى القارئ ولا المشاهد يتفاجئ به، لان الا مشى عنصر ديال المفاجاه مشى التشويق ديال انك تشوف المسلسل، كتكون عارف بحال حنا، انا كطرى ليا في بعض الاحيان كنبغي نشوف شي مقابله ما كتساعدش الظروف ما كنشوفهاش، يعني كيوصلوني بالنتيجه وانا باقي ما شفتش المقابله، يقول لك راه خسر هذا ولا خسرت هذه الفرقه ولا فرقتكم راه خسرت معك هذا، ما كيبقاش عندي صافي، كتموت ديك الغريزه ديال التشوق تشوف وكذا وكذا. من الاحسن شوية الصبر، الصبر مزيان، الصبار حبيب الله، نصبروا تنشوف تيسالي المسلسل. هو المستوى مزيان، وكاين اللي مستواه يعني مازال ما تحسنش، ولكن انا على يقين يعني انه غادي يتحسن، لان جميع المهن كتحسن بالممارسة، فما يمكنش واحد الشاب عاد تخرج من المعهد او لا شاب عاد تعطاته فرصه وتحكم عليه من عمل ولا من جوج، يعني كتكون ظلمتيه، فكاينه السنوات هي اللي الى غرستي غير غرس كتسناه سنوات باش يعطيك الثمار، فما بالك انسان. فلا مستوى مزيان، مستوى اللي مستواه شويه ضعيف كنتمناو له انه يتحسن مستواه، ويعني مزيان لان واحد الوقت حنا عانينا من هاد الاشياء هذه، يعني في زماننا حنا كانوا قلال اللي كيديروا التمثيل، وخاصة في العنصر النسوي
راه ما كانش راه مشكل. دابا راه كاين واحد الفائض، راه شوف راه يد الله مع الجماعه، هذا الفائض اللي كاين راه كيبشر بالخير، لانه عندك شباب وجوه متنوعه بالنسبه للكاستينغ، عندك شباب ادائهم يعني متنوع، فيهم اللي قوي، فيهم اللي متوسط، فيهم اللي ضعيف، ولكن هادشي كله يعني مع المده كيتغير. غير هو اللي كاين راه الحمد لله، انا ما غير ما كترشقش ليا، ماشي ضد، ولكن ما كترشقش ليا على انني كنشوف شي انسان يعني ماشي من المهنه والمشاركه مسموح بها، لاننا شاركنا مع اجانب حنا وشفنا ملي كيكون عندك واحد الكاستينغ فيه ادوار ثانويه او ادوار يعني اللي هي غير الحضور ديالها كما تيقولوا لافيغوراسيون، وهذا يعني ما منها باس. ولكن ملي كيكون دور انا افضل يتعطل واحد الشاب ولا واحد العنصر اللي يزيدوا تا هو في الريبرتوار ديالو ويزيدوا في السي في ديالو، يكون احسن ما تضيعش فرصه لواحد غير جبتيه وغادي يمشي واحد النهار. من الاحسن الواحد اللي مستقبلا اللي هضر عليها غتكون مفيده لذاك العمل، كيبقى اولا كيتذكر، وثانيا الشاب كيستافد منها او لذاك الشخص اللي هو كيدير المهنه وما تعطاتوش الفرصه يستافد منها. وا بالنسبه لي انا ما نكذبش عليك، ما نقدرش نفرق بين ولادي، ما نقدرش نقول هذا ولدي عنده هادي وهذا عنده هادي، لا بالنسبه لي بحال سواء كانت على الخشبه او امام الكاميرا، فبالنسبه لي الامر لا يختلف، هو تعبير خصو يكون صادق سواء على الصوره ولا في المباشر مع الجمهور على خشبه المسرح. وهو تشجيع الانتاج المغربي فهو ديالنا، هو حنا، هو نحن المغاربه، يعني خصو يكون عنده الاولويه. ولكن مسلسلات اخرى راه من خلالها كنعرفوا واحد العدد ديال الثقافات، حنا راه حنا كبرنا ب مسلسلات مصرية، كانت لبنانية، كانت بريزيلية في واحد الوقت، يعني هي ثقافة كتعرفها، غير ما تكونش فيها الكثرة، ما يكونش يعني الرقم واحد عندهم هما وحنا في الرقم جوج، لا لا يكون العكس، غير الرقص يعني نعكسوا الأرقام ومرحبا، أنا مرحبا ماشي ضد، لأن مسلسلات هي فيها أشياء كيتعلموها التقنيين، كنتعلموها حتى حنا في الأداء، من الإنسان ما يكونش يعني كيحكم غير من خلال الماده، لان الا درت المسلسل ديالي انا مثلا غادي نربح فيه اكثر، او لا احنا مسلسلنا خصو يكون حضوره، ما يكونش عنده مقياس مع عمل اجنبي ولا تركي ولا لا، احنا خصنا يكون الحضور ديال الاعمال ديالنا بقوه، ونطلعوا نشوفوا المسلسلات التركيه ولا الهنديه ولا يعني راه ثقافه اخرى هذيك غنشوفوها. والحمد لله ربي كريم ربي كبير. انا حاليا الحمد لله راني مزيان الحمد لله، نتمنى ان الصحيحه، لان الصحيحه ما كاينش بحالها. وفي هذا الباب هذا من اللي فتحتيه يعني بغيت نشكر، انت ذكرتي المسلسل المختفي، وانا بغيت نشكر واحد الفنانه، واحد المخرجه كبيره اللي كنعتبرها اختي ماشي صديقه، لا هي ولا الزوج ديالها، هي زكية الطاهري. هذا المسلسل كله صورته وانا يلاه خارج من العملية ب 12 يوم، معنى ان فكرة التخلي بسبب صحي ما كانتش في دماغ الأستاذة والفنانة وأختي زكية الطاهري، يعني بقات محافظة على الاتفاق اللي بيناتنا باش نشارك في العمل، وقالت لمراتي وانا في العمليه انني نتسناه حتى يولي صحيا مزيان، نصور حوايج اخرى حتى يولي مزيان. وانا من هذا الباب كنشكرها وكنشكر الجوز ديالها، وهي راه اختي معززتها ديال الاخت، وكنشكر الفنانه كذلك اللي شاركوا في المسلسل، لان كانت معامله طيبه ومعامله فيها واحد المراعاه للناحيه الصحيه ديالتي تاع انا، والحمد لله انا دابا بخير. غير انا ما بغيتش نفوت هذه الفرصه هذه، لان كاينين وحدين اخرين
اللي يعني كيتعاملوا بواحد الشكل ماشي غير كيمرض واحد ولا كتكون عنده مشكله كيتخلاو عليه في الحياه هي هذه يوم لنا ويوم علينا. فالحمد لله الحاله الصحيه دابا راه مزيانه الحمد لله، حنا ملي قدرنا كاع نوقفوا فوق الخشبه ونشوفوا حبابنا اللي كيجيو يشوفونا كجمهور راه الحمد لله. صراحه كنشكرهم لان كلشي كيواسيك وكلشي معاك وكتحس براسك راك ماشي في عزله وراك ماشي وحدك، راه عندك خوتك وعندك امك وعندك باك في 40 مليون راه 40 مليون اللي معاك يعني الحمد لله. كنتمنى هاد المحبه وهاد التضامن تبقى عندنا جميع لانه هو جمع الشمل. وتراعي ليا وراعي ليك وتألم ليا ونتألم ليك راها حسنة إذا كنا مؤمنين راها حسنة، وتضامن راه قوة. والحمد لله كنشكرهم جميع. الله يدوم محبته علينا، هذا هو اللي نقدر نقول، لأن محبته هي اللي كتصوب الفنان وهي اللي كتخلي الفنان يقلب على إبداع ويبدع ويكون حاضر. الا ما كانوش هما راه خلاوها ديالنا اللي كنا كنقولوا في الدريبه راه تعاود راسك، غادي نعاود راسنا. ولكن الجمهور هو الفن، الجمهور هو الارض اللي كتجرب فيها فنك وعطائك وتخيلاتك وابداعك، هي اللي كتعطيك يعني النجاح او الفشل. فكنتمنى محبتهم تبقى معنا كاملين لا قدام لا جداد، والاستمرار راه كيكون بعطفهم وبمحبتهم وحضورهم. وشكرا للجميع، وشكرا مرة أخرى لكم على حضوركم وعلى مساندتكم لنا في السراء والضراء. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.